التقييد التي أربكت الحارس بولطيف على الصورة، ولكن هذه المرة يبدو لي بعيدة، راح يرفعها خلف الجدار. البحث عن عبيدة وبالعنيري بالفعل مرفوعة إلى أين؟ إلى الهدف الثاني، والهدف الثاني بصعوبة، الهدف الثاني، الهدف الثاني لشباب قسنطينة بقوة والضغط من كرة ثابتة، يتمكن شباب قسنطينة من إضافة الهدف الثاني. قلنا وقلنا هل يستثمر شباب قسنطينة في الكرة الثابتة، وبالفعل استثمر هذه المرة. الكرة منفذة بدقة، وفرحة أنصار شباب قسنطينة بالهدف الثاني. شباب قسنطينة يتمكن في وقت حساس جدا من إضافة الهدف الثاني، ويعيد الروح إلى أنصاره بالمدرجات. رأسية اللاعب زعلاني في المرة الأولى، ثم المتابعة من المتابعة من عبيد هداف الفريق، ويرفع رصيده إلى 16 هدف، ويصبح برفقة اللاعب فريق شبيه اتحاد العاصمة درفلو.